وعلى عكس ما تروج له عدة تقارير، أكد الوزير الأول عبد الملك سلال أن الجزائر بعيدة كل البعد عن أي سياسة تقشفية. جاء هذا بعد بوادر تعافي أسعار النفط. نتابع مع أحمد بوطف. خرجة سلال إلى ولاية أم البواقي لم تختلف إطلاقا عن سابقاتها، خطاب مطمئن عن الوضع الاقتصادي بالجزائر ومؤشرات إيجابية يسعى من خلالها الوزير الأول إلى كسر الصورة السلبية التي رسمت عن الوضعية المالية للبلاد. تقشف ما فيش سياسة تقشف اللي في 2017 ل 2018، نواصل على نفس الوتيرة، بالأخص حتى المنتوج البترول قاعد يتحسن السنة هذه تقريبا المداخيل تاع الجيبية البترولية 30 مليار، السنة المقبلة تكون ب 35 مليار، وفي 2018 تكون ب 45 مليار. أطروحات الرجل الأول بمبنى الدكتور سعدان جاءت عكس كل التوقعات، خاصة واستمرار تراجع الجيبية البترولية وانخفاض احتياطي الصرف، فعلى ما بنى سلال معطياته. عرفنا صدمة قوية من جراء انخفاض أسعار البترول، سنتين اليوم سنتين بالضبط وما الجزائر ما عرفتش اي مشكل من جانب الاقتصاد، ما عرفناش، ما غلقنا حتى معمل، ما خرجنا الناس، والاستهلاك متواصل. التضارب في التصريحات التي تظهر على الوزير الأول دليل على أننا لم نفهم بعد حقيقة الاقتصاد الوطني، ليس لدينا وصفا دقيقا للاقتصاد الجزائري والإمكانات التي يحوزها هذا الاقتصاد. الحكومة التي تمارس سياسة التهدئة لكسب المزيد من الوقت، فإلى متى يستمر التستر عن قول الحقيقة للمواطن؟